بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ هعمل معاكم النهاردة ان شاء الله الكريب بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وبثلاث اشكال، يعني ثلاث اشكال مختلفة، مش مختلفين كتير بس فيهم فكرة مميزة جدا جدا زي ما انتم شايفين، تنفع على اعياد الميلاد والمناسبات. تابعوا معايا الطريقة والمقادير. بس قبل ما نروح، يا ريت اللي مش مشترك في القناة سبسكرايب ولايك وشير للفيديو لو عجبكم. طبعا اول حاجه عندي هنا في المقادير، عندي في البوله 3 بيضات صغيرين او 2 بيضه كبار، وحطيت عليهم او ضفت عليهم كوبايتين من اللبن، وهنزل 4 معالق او 3 معالق سكر على حسب الرغبه طبعا، كتير او قليل، ورشه من الملح، وعندي رشه من القرفه، تقدري تستبدليها بالفانيليا بس القرفه مع الموز بيدي تيست هايل جدا. وعندي كمان 3 معالق من الزيت النباتي او زيت الذرة، وهبتدي اضيف كمان كوبايتين ونص من الدقيق، طبعا على حسب القوام، يعني ممكن من كوبايتين ونص الكوبايتين، المهم توصلي للقوام اللي انا هوريهولك دلوقتي. هبتدي اخلط المكونات كلها مع بعضها، او هخلي المكونات تمتزج، وبعد كده هديها ضربة خفيفة في الخلاط. لو عندك هاند بلندر وفي قلب البولة هيبقى هايل جدا، ما عندكيش الخلاط هيقضي الغرض. ضربتهم حوالي دقيقتين زي ما انتوا شايفين، بقى القوام ناعم جدا جدا ما فيهوش اي تكتلات. هسيب العجينة بتاعتي ترتاح حوالي 10 دقايق، وبعد كده هبتدي اشتغل فيها. بعد العجينة بتاعتي ما ارتاحت، سخنت قلاية عندي كويس جدا، طبعا القلاية هتبقى على حسب حجم الكريب اللي انت عايزاه. بعد ما سخنتها كويس جدا نزلت فيها بالمقدار المناسب من عجينة الكريب، وبعد كده وطيت عليها سنة او هديت عليها نار البوتاجاز شوية عشان ما تتحرقش. اول ما تبتدي تعمل البابلز زي ما انتوا شايفين كده من تحت مش من فوق، لان هي مش عجينة بتاعت القطايف، مش هتعملي بابلز من فوق، لا هيبقى زي ما انتوا شايفين بالظبط كده. اول ما احس ان الوش اللي بيلمع ده انطفى واحط ايدي الاقيه مش بيلزق، هبتدي اقلبها على الطرف التاني. طبعا هتلاقيها من تحت اخدت اللون الجميل ده، بس مش هتاخد اللون ده من على الوشين، بتاخد اللون ده من على وش واحد بس. لما بقلبها بقى بتاخد الوش اللي انت شايفاه في السيرفيس. تمام كده، هبتدي بقى اعمل نفس الخطوة دي في العجينة اللي موجودة معايا كلها، او في المقدار اللي موجود معايا كله. وطبعا تقدري تتحكمي في سمك الكريب، عايزاها تخينة او عايزاها رفيعة على حسب مقدار العجينة اللي انتي هتنزليها في القلاية بتاعتك. حطيتي مقدار عجينة كتير هتطلع معاكي تخينة، حطيتي مقدار مناسب او قليل هتطلع معاكي خفيفة جدا. هخلص بقى بقية الكمية اللي موجودة معايا ونشوف هنعمل ايه بعد كده. كده خلاص خلصت كل الكمية اللي موجودة معايا، وعندي بقى مقدار من الموز على حسب كمية الكريب اللي موجودة معاكي. طبعا زي ما انتوا شايفين الكريب طري جدا وهايل جدا جدا جدا. جبت عندي هنا الكريب فردته في طبق، وجبت صباع الموز فردته كويس في قلب الكريب بتاعي، وضغطت لفيت رول، بس وانا بلف رول اضغط قوي علشان ما يبقاش مهوي او ما يبقاش فيه فراغات من جوه. وهجيب الطرف بتاع الكريب زي ما انتوا شايفين دهنتها، تدهنيها اي صوص بقى او شوكولاتة، المهم ان انت تلزقي الطرف بتاع الكريب كويس جدا علشان لما نيجي نقطعها بعد كده ما تتفكش من بعضها. زي ما انتوا شايفين بلف وانا بلف بضغط كويس جدا علشان اتاكد ان مش هيبقى فيه اي فراغ ما بين الكريب وما بين الموز. وبعد كده هدهن زي ما بنقول كده، يعني ماده صمغيه، طبعا دي هتدي طعم حلو جدا، التوفي مع الموز بيدي طعم جميل جدا زي ما انت شايفه، وهي متنيه لزقت كويس، الطرف بتاعها مش بيطلع بره. بعد كده هجيب بقى الرول بتاعي، هشيل الاطراف الزياده اللي هي الاطراف اللي مش هتطلع معايا شكل اسطواني مستقيم، وبعد كده هقلب الرول بتاعي واجيبه من على الطرف الملزوق. زي ما انتوا شايفين كده ده الطرف اهو اللي انا حطيت فيه التوفي، وهبتدي اجيب اعواد الشيش طاووق واحطها على حسب بقى انا عايزه حجمها قد ايه، عايزاها تخينه جدا او عايزاها رفيعه على حسب الحجم المناسب ليكي، بس ده الحجم ده هيبقى هايل جدا. بعد ما ثبت اعواد الشيش طاووق بالشكل ده هجيب سكينة بقى وهقطع بالشكل اللي انت شايفاه ده،
بحيث ان انا اطلع على كل عود من الشيش طاووق اطلع عليه رول صغير زي ما انتوا شايفين من الموز والكريب. عايزه اقول لكم الفكره دي في اعياد الميلاد او المناسبات بتاعه الاطفال بتبقى هايله جدا جدا وممتعه جدا جدا للاطفال. طبعا تقدري تحطي بدل التوفي تقدري تحطي شوكولاته، تقدري تحطي حليب مكثف، اي صوص الاولاد بتحبه. صوص الفراوله برضو بيبقى هايل جدا مع صوص مع الموز، بيدي طعم حلو جدا. المهم مع اي صوص وحتى من غير صوص كمان هتديكي نتيجة ممتازة. المهم ان العجينة بتاعتنا نفسها عجينة الكريب طعمها حلو، ده اهم حاجة في الموضوع. تمام كده زي ما انتوا شايفين شكلها رائع جدا وبتعجب الاولاد جدا جدا. ده كده كانت اول شكل عملته معاكم. هبتدي بقى دلوقتي نعمل شكل كمان، الشكل المعروف اللي احنا عارفينه. هديها كده رشة خفيفة من صوص التوفي وهبتدي اجيب الموز هقطعه سلايز خفيفة او شرايح رفيعة، مش عايزة شرايح تخينة عشان ما تبقاش تقيلة على قطعة الكريب بتاعتي وتقع منها. وطبعا التوفي اللي احنا حطيناه هيعمل برضو كمادة لاصقة للموز في قلب الكريب، فمش هيبقى سهل وانتي ماسكة الكريب كساندويتش كده ان الموز يقع منه. اعمل واحد كمان معاكم، سهل جدا وبسيط جدا جدا جدا. وبحاجة بسيطة يعني كوبايتين دقيق وكوبايتين لبن واتنين بيضة او تلاتة تقدري تعملي حلوة رائعة وممتعة جدا جدا للاولاد. تمام، انا بفرد الموز بس على نص الكريباية مش على الكريباية كلها. وبعد كده بجيب النص الفاضي بغطي بيه النص المليان بالموز، وبعد كده بروح قافلاه اربع تربع. خلاص كده ساندوتش الكريب بتاعي خلص. خلاص دول كده كانوا التلات اشكال زي ما انتوا شايفين، الشكل بتاع الشيش طاووق، وعندي هنا اعواد الشيش طاووق، وعندي ده الشكل التقليدي، وعندي كمان اللي هو الساندوتش الرول. حلو جدا جدا وسهله جدا وبسيطه جدا جدا. طبعا الاعواد انا قصيتها شويه لانها كانت طويله جدا. دي كانت وصفه النهارده، يا رب طبعا تكون عجبتكم، عملتها معاكم بطريقه سهله وبسيطه، ان شاء الله تجربوها وتقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات. لو عجبتكم وصفه النهارده ما تنسونيش في الشير واللايك والسبسكرايب. شكرا ليكم، سلام عليكم.